أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الفتن أفراد المصطفى سيدنا وعبدنا وشفينا أفراد عيوننا محمد وعلى البيت وضيفنا الطاهرين أصحاب المأمين المنتجبين وإلى أرواحي وإخوان الأنبياء المرسلين وإكرم رب نعمة المعصومين وأصحابنا والتابعين والتابعين ومن الدين وأزواجنا بأمهات المؤمنين وأسرة نسل العالمين وصلاة سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب جوزا بن عاصم سيدنا علي بن أبي طالب ولما سيدنا المصطفى سيدنا شيخ بكر بن سيدنا فاطمة الزهراء سيدنا خديجة الكبرى سيدنا مريم سيدنا آسيا سيدنا علي سيدنا عبدنا سيدنا محمد الباقر اليوم جابر صادق وسيدنا القاسم بن رضا محمد الجود التقي وإمام الدين قاسم سيدنا سكينة سكينة محمد المهدي المنتظر ثم إلى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحيم ولا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا بالله بسم الله تعظمنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تعظمنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل سبحان الله عز الله سبحان الله سبحان الله عز الله سبحان الله سبحان الله وبحمده
Hasbunallah.
سيدنا محمد وعليه اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه يا ربي صل عليه وعليه وسلم أستغفر الله 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 إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تعمرنا ما لا ضاق لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول اجمعين امين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمدا شاكرا حمدا وافي نعمه يقبل مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الوجه الكريم ان يعظم سلطانك سبحانك لا نلقي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسيدنا محمد في الاولين والاخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسيدنا محمد في الملائكة لا اله يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسيدنا محمد حتى اتيت ومدى وانت خير واردين اللهم اجعل واوصل واهدي وبلغ وانتك بعد ما قرر من القران العظيم اهلا نسال الله بامر وما كنا من يا لطيفا بخلقه وما صلى وسلم بك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الميمون المبارك او في هذا المكان الميمون المبارك هديه واصله ورحمه نازله وبركه شامله وصدقه متقبله نؤتيها ونكتبها على عقد سيدنا وحبيبنا وجميلنا وقرات اعيننا محمد وعلى البيت
الأنبياء والمرسلين ولكن ربنا بنبقى وابنا وبركة وسنة سلامنا سوريا وسلم على من الأمم وسنة 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 شنة ورسنة فاطمة صلى الله عليه وسلم وجمع رسول الله وسنة آسيا سيدنا على سلام بن سجاد محمد بن بكر وجمع صلى الله عليه وسلم وجمع محمد بن جوال الزكي وجمع ذلك وسنة سكرة كان محمد المهدي المنتظر وصحب النبي والتابعين والشهداء والصالحين والأولياء شهداء وطن رجال مدى راشدين مدى المشاهدين ولم يلعب من صفية المحققين وعلى ذكر التوحيد وشمال التاجمين والمغصوصين والمغصوصات وصوت سيدنا معنا ولا يتسن وانتم من بني ذات لك المقدم محمد بن علي بعلمي وصوت من أبو سيدنا وعبدنا بركاتنا صاحب هذا الراتب قد بالأنفاس إمام ثم إلى أرواح والدينا ومن السماء إلى أنشاءنا وأمتنا وأمة المسلمين أما خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومعلمنا وإلتنا كرباتنا المخصوصين والمخصوصات أوصلهم وأبرهم أن الله يظلهم يرحمهم من درجاتهم الجنة ويتعشهم من رحمته والمغفرة ويدعو علي يا الله ملكاتهم وصالحهم ونملهم ونستودعك ديننا وابداننا وانفسنا واموالنا واهلنا وكل شيء اعطيتنا اللهم اجعلنا واياهم في جنابك وامانك وايادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وكعين وذبك وكحسد ومن شرك ولذا شانك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامه واهلنا موجبه الندامه في الحال والمال انك السميع الدعاء إنك السميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا عائلتنا خربتنا شيخنا معلمنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وعافنا وأغفرنا واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين يا إلهنا ارزقنا يا الله حب نبيك واجعلنا من أمة نبيك اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وأهل بيت يا رب العالمين اللهم اجعلنا على حياة اللهم اجعلنا على طريق نبينا واجعل موتنا على إيمان على إيمانك إيمانك وإيمان نبيك واجعل قدمنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربنا يا إلهنا طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا. يا ربنا يا إلهنا حصل مقاصدنا، اقضي ديوننا، وعلمنا علما نافعا، وانصرنا لصلاتنا، وانصرنا في عبادتنا، وانصرنا في قراءة القرآن، وانصرنا بذكرك، وانصرنا للصلاة على نبيك محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا يا رب الكريم يا رحمن يا رحيم أن تخرج يا حبيبنا لذلك شهاد يا رب العالمين من سجنه يا رب العالمين. ومن ظلم فاتركم عذابا عليما سريعا عاجلا كلام البصر أقرب يا رب العالمين. اللهم بدر عز هذا البلاد يا رب العالمين بإزتك وجلالك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.